أكيد بشهر رمضان المبارك تترسخ فيه كثير من القيم الأخلاقية عند الكبار، ولكن كيف يا صالح نقدر ننقل هي القيم الأخلاقية للأطفال ولكل واحد حسب العمر لنقدر نزرع فيهم هي القيم خلال حياتهم بشكل كامل، ككل أنشطة معينة ممكن نعملها مع أولادنا لتقدر تساعدنا أبدا وياخذوا هاي القيم ويمارسوها بحياتهم لحد ما يكبروا؟ أكيد عن كل هالتساؤلات حتجاوبنا عليهم رندا علي ديب أخصائية الاجتماعية. يسعد صباحك. يسعد صباحك، رمضان كريم. رمضان كريم رندا عليك وعلى عائلتك يا رب. يعني دائما نحن في شغلات هيك دائما بنسألك عنها وكله بيستفسر عنها، كيف إذا كانت هالشهر الفضيل والأطفال شيء غريب عليهم عم يشوفوا أهلهم مثلا عم يمارسوا عادات جداد يعني لسه على أهلهم إنه عم يصوموا وما عم ياكلوا بفترات معينة، قد إيه حلو يشاركوهم، قد إيه حلو مشاركة الأطفال أهلهم هيدي الطقوس وأيضا للصيام الصغير تبعهم يعني. تماما. هلا دائما نحن بهالشهر الكريم دائما نحن بنحاول نزرع ونعزز قيم اساسيه عند الطفل، خصوصي انه هي مده شهر كامل فهي كافيه لانه يكتسب الطفل عاده جديده فيها. نحن ما اكيد هو بيكون زراعه هالقيم والافكار خلال العام كامل، ولكن بتخصص هذا الشهر بحسب الطقوس اللي بتكون موجوده فهي بتساعد اكثر لاني اعزز هدول القيم، لانه دائما هو مفهوم القيمه اساسا او الشعائر او العادات التقاليد هي كلها مفردات مجازيه ضبابيه بالنسبه للطفل، هو ما راح يقدر يفهمها بشكل عملي، لهيك نحن بنتجه للانشطه وبنتجه للافكار العمليه الحسيه لحتى نقدر ننقل معه بطريقه التعليم من حسي لشبه مجرد للمجرد، فهي القيمه تماما بتكون مجرده، انا مع الانشطه والاشياء الحسيه بقدر احولها لشيء حسي ملموس، مثل تماما فكره الصيام، فكره الصدقه، فكره اني اساعد غيري، صحيح. اتبرع بشيء من اشيائي، خصوصي بفترات العمر الاولى بتكون فكره التملك لسه ما لها واضحه للطفل ولا الخصوصيه، فهي فتره كثير لطيفه وكافيه لاني انا اكسب عاده جديده لطفلي. اكيد. كيف ممكن نزرع هي القيم بنفوس اطفالنا؟ مثلا كيف بدك تيجي تقولي له للطفل هو عمره 7 8 سنين انت بدك تبلش تصوم؟ كثير من الاهالي مثلا ببلشوا على الساعه 12 وحده انه خلص يعني انت اليوم صوم لهذا الوقت، بكره مثلا بيزيدوا له ساعه نص ساعه، انت شو رايك بهالقصص؟ كيف ممكن نحبب اطفالنا بشهر رمضان المبارك يقدروا هن يصوموا وهن مبسوطين اكيد وبمحبه؟ دائما اي خبره او عاده بتخلي انا طفلي يتبعها كل ما كانت صعبه او هي بتعطي مجهود اضافي للطفل، كل ما بيكون التدريج الابطا او الاطول هو افيد وثابت اكثر، فانا ما بكون قاسيه معه انه لا بدك تصوم، انا شوف طاقته هو قدرت تحمله، في شيء اساسي انه انا لازم خليه يتسحر، لازم خليه ياكل وجبات صحيه. من اي عمر المفروض يبلشوا؟ هلا بتختلف حسب العادات والتقاليد، في اسر بتحب مثلا انه خلص متى ما صار 7 8 سنين لازم يبلش يصوم، في شيء اسمه كلنا بنعرفه هو درجات المعدنه انه هو بيصوم مثلا طبعا. بس للظهر، بيصوم بس للعصر. هي الفكرة أنا فيني ما أتقيد إنه للظهر إذا كان العمر صغير، فيني أنا أكون إنه خليه بلش إنه نحن اليوم بس هدول الساعتين ما راح ناكل فيهم. في أهل بتحب تزرع هاي الأفكار بعمر أبكر، فهذا ما كتير مفيد للطفل إذا كان لوقت طويل. في فكرة كمان إنه أنا لعلمه الصبر، هي أهم شيء أنا بعلمه إياه بهذا الشهر، إنه أنا أشتغل على موضوع الجدول يكون كل شيء شايفه بعينه. لما انا بدي له مثلا انه انت بدك تصوم لمده ساعتين، فانا عير له تماما ساعتين، وكل ما قطع وقت قل له انه خلصنا اول مرحله. ممكن يكون اذا عمر لسه اصغر مثلا انه لا انا بس ساعه، بيكون ما يكون عنده امكانيات او ما عنده قدره لانه يصوم بحكم بناء جسمه، بحكم فيتامينات جسمه، خصوصي هي مرحله بناء للطفل، انا كثير مهم اني ما اجبره او ما كرهه بالموضوع، بالعكس يكون تدريجي واخذ حسب هو قدرته واستطاعته تماما. نعم، يعني في اطفال بتسال اهاليها انه نحن ليش مثلا بشهر رمضان ليش ما عم تاكلي؟ فالام احيانا بتجاوبه اجوبه ما أنا منطقيه، لو انا مو جاي على بالي اكل، فقديش مهم ايضا انه لا
تقول له انه نحن عنا شهر يفرض علينا الصيام دائما مشان نحن هذا الشهر يكون شهر رحمه غفران، قد ايه لازم يتعلموا القيم لشهر رمضان قبل الانقطاع عن الاكل، او مثلا تجاوبوا هالاجوبه انه انا مو ليش انه ما عم تاكلي بهذا الوقت، انا مو جوع بالي، او ليش ما تغدينا نحن بوقتنا، فقديش مهم انه تكون صريحه معه وتعرف شو تقول له. تماما. هلا في فكره اللي هي دائما نحن بشهر رمضان بيكون في روزنامات خصوصي لشهر رمضان. صح صحيح. فهي هي فكره كثير لطيفه لانه انا امشي انا وياها للطفل. في نقطه كثير اساسيه اللي كل الاهالي بيعانوا منها انه نحن لازم نفصل بين طقوسنا وبين وقتنا او ساعتنا البيولوجيه اللي تغيرت بشهر رمضان مع ساعه الطفل البيولوجيه، فدائما الاهالي بتتشكى انه انا ابني ما عم بينام، سمعنا قاعدين فهو ما عم بينام، فانتزع وقت نومه. انا مثلا ابني صار ياكل من وراء ظهري او صار يشرب من وراء ظهري اذا كان العمر شوي كبير، فهي التفاصيل نحن انا هون بركز دائما الاكل والشرب هي حاجات اوليه عند الطفل. صحيح. ما لازم احرمه منها بدون ما اكون هذا الشيء واضح ويكون برغبه منه. في امهات بتقول لك مثل ما ذكرتي انه لانه انا مو جوع بالي اكل، وفي امهات بتكون كثير قاسيه بتعطي انه لا لازم نصوم لازم ما ناكل حرام وما بيصير، فهو لا مفهوم الحرام لسه واضح بذهنه، هو ضبابي ما له واضح هذا الشيء انه ليه انا ما بدي اكل، يعني انه شو بصير باكل من وراء ظهره ما بعرف. نفس الفكره انا لما بدي مثلا يكون بياكل شوكولا كثير خارج رمضان وانا بدي احرمه منها، انا بقول له دائما بقول لهم انه هي بتشبه هي، لما انت خلال الشهر خلال العام كامل عندك شيء اساسي بدك تلغيه عند الطفل وكان في موضوع تحاور او في انقطاع تدريجي هو كثير انسب وافضل ليبني ثقه للطفل مشان بالعمر اللاحق ما يخبي علي شيء، ما عاد صفي الموضوع بس اكل وشرب بصير في حياه كامله بالمستقبل. بهذا الشهر بنرجع للروزنامة، لما أنا بمشي عليها فأنا علمته الوقت، علمته الصبر، علمته كتير أشياء أساسية. هي بالكلام هو لما بنمزج الطفل دائما بيقلد أهله بهي، فهو لما بيشوفهم أنه ما عادوا مثلا أكلوا أو ما عادوا مثلا انقطعوا فترة معينة عن الأكل والشرب فهو بده يصير يقلدهم ويمكن يحمل حاله فوق طاقته، فنحن عم نوقع بمشاكل تانية مع الطفل. لهيك الوضوح والشرح بكل سلاسة ومثل ما هو عم بيصير بدون ما حول الكلام أو غير السبب الرئيسي، لا أنا بكون كتير واضحة وبسكر وبقول له أنا من خلال عمر لهذا العمر أنت فيك تصوم هذا الوقت، السنة الجاية ممكن تصوم هذا الوقت أكثر، فهذا بالعكس بيعطيه شعور انه اوكي نعم. انا بلشت اكبر، بلشت اتطور بكثير تفاصيل. اكيد رندا بشهر رمضان المبارك مو كل الاهل رايقين، مو كل الاهل عندهم صبر، في كثير من الاهالي عصبيين ومتوترين يعني، وبيزيد هذا التوتر اذا طفلهم اجى سالهم شيء سؤال، يعني بتطلع المفشه كلها بطفلهم الصغير، وفي منهم كمان يعني بيخلوا اطفالهم يصوموا اول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، بعدين الطفل خلص بصير ما بده يصوم. فبيجوا هدول الاهل العصبيين اللي ما بيتحملين حالهم بفشوا كل قهرهم بهذا الطفل وبصيروا غصبا عنه انه يكرهوه بشهر رمضان المبارك. ايه خلينا نحكي عن هذا النوع من الاهل، شو هو التصرف الصحيح المفروض يتصرفوا مع نفسهم مع اطفالهم لنزرع القيم الاخلاقيه بشهر رمضان المبارك؟ هلا نحن في عنا عام كامل، ليه انا لاجل كل شيء لشهر واحد وعصب واضغط الطفل فيه؟ قبل ما نحن ذكرنا انه الاكل هو من الحاجات الاوليه اللي ما الطفل ما بيقدر يقعد بلاها، بالعكس بيعمل له خلل نفسي بالمراحل المتقدمه، لهيك انا ليه ما بلش خلال العام علمه كيف مثلا يتخلى عن لعبه يعطيها لحدا محتاج، ليه ما انا بخليه مثلا قطعه ثياب هو ممكن يتبرع فيها لحدا، ليه ما خليه يقدم خدمات، هي كلها مزروعه بنفس المبدا اللي هو انا احرم حالي من شيء بحبه لفترات معينه او لاني هبه او اعطيها لشخص ثاني. هذا خلال العام كله لما بيتعزز او بيكون واضح، لما انا بوصل لمرحله خلال شهر بدي اقول له انه مثلا هذا الفتره ما في اكل او مثلا نحن في عنا وقت معين او انا هلا معصبه مالي قدرانه مثلا جاوبك، فانا في عندي حيل بسيطه انه شو عندك سؤال كون واضحه قل له انا هلا صايمه انا مثلا ما بقدر رد عليك تعبانه شوي او عندي شغل او بدي لحق مثلا اعمل الطبخه، اكتب لي اسئلتك وحط لي اياها بصندوق، بعمل صندوق الاسئله
وبحط له او علبه او اي شيء او قطرميز اي شيء. شو عندك اسئله اكتبها، اذا الطفل لسه ما بيعرف يكتب شو عندك اسئله ارسمها، اذا عمر اكبر شو رايك ناجل نقاشنا لنفطر المساء. نحن بالفترة دائما خلال الصبح لما ما بيكون نحن بنكون صايمين وهي، فنسبة السكر بجسم بتنخفض، فهذا كتير سبب أساسي لأنه أنا عصيب لأني انفعل. لما بشرح هاي الفكرة أنه أنا هلأ لسه نازلة نسبة السكر بجسمي وحعصب، فأجل لي الموضوع شوي. كتير موضوع حيكون لطيف ومناسب للطفل وحيخلي مع الوقت هو يقدر يتكيف مع القصة. تمام، أكيد. يعني رندا حكيتي تفاصيل جدا مهمة، يعني دائما في نصائح معينة نحن ممكن هلأ نوجهها للأهل وتعليمات وإرشادات يعني بتخص أولادهم، أول شيء تعليمات وإرشادات نقلهم لا ينقلوها لأولادهم، شو فينا ننصحهم؟ هلأ دائما أنا خليني بلش دائما هلأ كلياتنا إنه إجا رمضان أو إجت أي مناسبة فنحن منزين، بيكون في إلها طقوس معينة من عاداتنا، لباس معين، في أشياء بنعتني فيها بالبيت إنه هاي الزاوية هي الزاوية مثلا لأنه عم نحتفل برمضان. هاي أول خطوة لأنا أعلم طفلي فيها شو معناتها رمضان، شو هي العادات، وخلال ما نحن وعم نزين انا بشرح له قد ايه لازم نصوم، قد ايه لازم امتنع عن الاكل. نعم. بشرح له هاي التفاصيل، اذا عمر اكبر بخليه يساعدني لانه انا حضر مثلا مونات رمضان، جيب شو ناقصني اغراض، هدول التفاصيل، اعمل جدول شو بدي برمضان. صحيح. نعمل انشطه، هي التفاصيل كلها هي الخطوه الاولى البسيطه الاساسيه لحتى نبلش بالخطوات الصعبه اللي هي ممكن تكون انقطاع عن الاكل، انقطاع عن الشرب، او وحتى غير روتين كامل بحياتي. أكيد. وحكيتي جملة كمان كتير مهمة، نحن مو بشهر رمضان المبارك حنزرع كل هالقيم الأخلاقية معهم سنة كاملة الأهل، يعودوا الأطفال على قيم أخلاقية بتطلع هي منهم لحالهم. شكرا لك رندا، شكرا لوجودك معنا، وأكيد نشوفك بحلقات قادمة.